بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وبعد، عباد الله،
فكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل من عليها فان، وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والموت نهاية لكل حي، وأنفاسنا تعد ورحالنا تشد والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وأنه ليس عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب. هو الموت لا ملاذ منه ولا مهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وهذا الردى مما نرديه أقرب. كان الإمام أحمد قدس الله روحه يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ألا تسمعون من أخ ناصح لكم أمين؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون شديدا ويؤملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. وقال: ثلاث أضحكتني حتى أبكتني: طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه. فيا ساهيا يا لاهيا عما يراد به، آن الرحيل وما قدمت من زادي، ترجو البقاء صحيحا سالما أبدا، هيهات هيهات إنك غدا في من غدا غادي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا بد لك أخي من يوم يقال لك فيه قد نفد رصيدك، ومهما حاولت الشحن أو المعاودة فلن تستطع إلى ذلك سبيلا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن كان من المفرطين فطلب الرجعة والمهلة قائلا: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له: كلا. ثم ماذا؟ ثم يسلمنا ويسلم الموت من بحوزته إلى القبور. ويا لها من قبور، قبور خرقت الأكفان ومزقت الأبدان، مصت الدم وأكلت اللحم، ترى ما صنعت بهم الديدان، عفرت الوجوه وكسرت القفار وأبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء، وجعلت الليل والنهار على أهل القبور سواء. كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية وأجسادهم عن أعناقهم نائية، قد سالت الحدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا
حتى صارت العظام رميما. فيا ساكن القبر غدا، يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ أين رقاق ثيابك؟ كيف ستصبر على خشونة الثرى؟ وبأي خديك سيبدأ البلا؟ عباد الله، رب شروق بلا غروب، ورب ليل بلا نهار، وكم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يؤمله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. فاتقوا الله عباد الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن كل ما هو آت فهو قريب، والبعيد هو ما ليس بآت، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وكل نفس ذائقة الموت. يقول شاعر الإسلام: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي حمل الدواء وباعه ومن اشترى. كل نفس ذائقة الموت، فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا الفرح يملأها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. عباد الله، كم جاد الصالحون بالدمع فرقا من حالهم عند الموت، وخوفا من سوء الخاتمة، وكيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، والخواتيم مغيبة. وحسبك هنا هذا المشهد الذي يبكي فيه الثوري رحمه الله، فيسأل عن سبب بكائه فيقول: أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان يقول رحمه الله: لو أعلم أني أموت على التوحيد لم أكن مباليا أن أنقى الله عز وجل، لم أكن أبالي أن ألقى الله عز وجل بأمثال الذنوب، بأمثال الجبال من الخطايا. فالأعمال بالخواتيم، ومن عاش على شيء مات عليه. فهذا تاجر يقال له عند موته: قل لا إله إلا الله. فيقول التاجر: هذه سلعة لقطة، وهذه قطعة رخيصة. وآخر قيل له عند موته: قل لا إله إلا الله. فجعل يدندن ويتنتن ويهذي بالغناء. وثالث لما قيل له إبان موته: قل لا إله إلا الله. فقال:
كش ملك، ورابع لما قيل له قل لا إله إلا الله جعل يقول حسنة لله لله يا محسنين لله، ومن عاش على شيء مات عليه. هذا ولسوء الخاتمة أسباب، ولا يظلم ربك أحدا. من ذلك فساد البواطن والمعتقدات، فأكثر الناس شكا عند الموت هم أهل البدع. أما أهل السنة والحق فثيماهم الثبات على الحق. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة عليه؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ومن أسباب سوء الخاتمة مخالفة الظاهر للباطن، وشؤم ذلك ينضح أشد ما ينضح عند الموت. من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على معصية الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان شؤم المعاصي وعقوبها، يقول ومن ذلك أن المعاصي تخون أهلها أحوج وأفقر وأعجز ما يكون أحدهم. ومن ذلك كذلك حب الدنيا، ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فقد أفضى شنودته إلى ما قدم، ولو أطلق لسانه الآن لنصح قومه قائلا يا قومي استبدلوا التثليث بالتوحيد واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي أسلموا تسلموا وآمنوا تأمنوا وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قومي أنقذوا أنفسكم من النار وكونوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم فثم النجاة، يا قومي لمثلي ما أنا فيه اليوم فأعدوا. أفضى شنودته إلى ما قدم، وما من ميت إلا وهو مستريح أو مستراح منه. يقول عليه الصلاة والسلام فأما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إذا أشفقت أخي على من ضيع ودمر نفسه بإلحاده وعصيانه وعناده، وقلت
وأسف نفس تفلتت إلى النار فلك في ذلك سلف. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يمر بقتل تلك الفئة الضالة المسماة بالخوارج، فيبكي أبو الدرداء رضي الله عنه فيسأل عن سر بكائه فيقول: إنما أبكي رحمة، قد كانوا مسلمين فأمسوا كلاب أهل النار. إذا جاز تعزية المشركين والمسيحيين في موتاهم بنحو قولك اتق الله واصبر، البقاء لله، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إذا جاز تعزيتهم بمثل ذلك تأليفا لقلوبهم ومراعاة لجوارهم وإظهارا لمحاسن الإسلام، إلا أنه لا يجوز أبدا الترحم على موتاهم ولا الاستغفار لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز كذلك حضور ولا شهود جنائزهم، وذلك لقوله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن حيثيات المنع من شهود وحضور جنائزهم ولو عبر الشاشات والقنوات أنهم يرفعون إبان تشييعهم لجنائزهم شعارات الكفر كالصلبان. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا يجوز كذلك وصف شماسيهم ولا قساوستهم ولا باباواتهم بالقداسة، وإلا فالقداسة هي الطهر، وقد قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. لا يجوز كذلك مداهنة النصارى بالشهود لموتاهم بالجنة والفردوس الأعلى. ويا لله العجب إذا كنا لا يحل لنا ولا يجوز أن نشهد لمن علمناه مات مسلما بالجنة، لا نشهد ولا نجزم لمن مات مسلما بالجنة وغاية ما هنالك أن نرجو له الجنة، فكيف نشهد بالجنة للبابا ومن مات مشركا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا والذي يغيظ في هذا الحدث ويرفع الدم ويحرق الضغط ويرفع الضغط ويحرق الدم أن تطفى تلك الهالة الهائلة على ذلكم الحدث على المستوى الشعبي والرسمي، حتى أن القناة الأولى تبث وعلى الهواء مباشرة وعلى مدى 6 ساعات كاملات مراسم الدفن، فضلا عن إعطاء النصارى وموظفيهم إجازة لمدة 3 أيام لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا.
فضلا عن أمر الناس هنا وهناك أن يقفوا دقيقة حداد على الباب. بينما مات شيوخ أفاضل وعلماء أجلاء كالشيخ كشك والشعراوي وجاد الحق ولم يصنع بهم إبان موتهم ما صنع بالباب. فهذا هو الضلال بعينه، وتلك هي الرزية الكبرى. والبعض لربما يبرر تلك الهالة وذلكم الثناء والمديح والإطراء والترحم على الرجل والشهود له بالجنة، لربما يبرر بعض بسطاء الناس ذلك بأن الرجل كان رجلا خيرا. فنقول لهؤلاء وعلى سبيل التنزل، ولو كان الرجل خيرا كما تقولون، بل وأفضل وأعظم مما تقولون، إلا أن خيره وإحسانه لا ينفعه عند الله عز وجل غدا إذا وافى الله عز وجل مشركا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك المدعو ابن جدعان، سئل عنه عليه الصلاة والسلام وكيف أنه كان يتصدق ويصل الرحم ويفعل من الخير ما يفعل، فهل ينفعه ذلك غدا عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عباد الله، مهما قدم العبد لدنياه وآثرها على مولاه وجمع لها وتمتع بها وباع الآخرة لأجلها، فسكرة واحدة من سكرات الموت تعصف وتبدد وتذهب بكل لذة، فلا تبقي ولا تذر. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، لم أر خيرا قط، ولم يمر بي نعيم قط. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من السكرات ما جعله يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فماذا نحن قائلون؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،
ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أنج عبادك المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بالعلويين والظالمين واليهود والمنافقين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.